صبحكم الله بالخير. يا هلا يا زين المخيم ويا زين ايام الشتاء. صدق يا الله الحين طبعا شوفوا شايل الخيمه ابوريكم. طبعا اللي عندي اللي هو السخان حق بي كي. شوفوا 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 سخن بي كي في المخيم على الاجواء ذي الجميله. خلونا نحطه هنا عشان نبدا نصوره وتشوفونه. طبعا شوفوا من اهم الاشياء الحين جاهز السخان عندي. شوفوا ابوائل الحين جايب وشو جايب المويه الحاره. شوفوا جايب المويه الحاره على طول. انا بجهز له هذه ابى اشيل السخان صب المويه الحاره تكفى. السلام يا سلام. بس الله يعافيك هذا اهم شيء. اهم شيء المويه الحاره بعدها على طول بحط هذه تحتها. بس عشر ربع ساعه عشر دقائق يكون سخان جاهز. خلاص كذا الحين جاهز. نشيلها كذا نقول بسم الله نشيل القصدير. يا سلام يا سلام ما شاء الله. اوه قول بسم الله الرحمن الرحيم. شوف التجربه. يا سلام بالكرمل ما شاء الله تبارك الله. طبعا بيكان وتمر وكرمل. الدباب يروح زيده ما يلف لا يمين ولا يسار. يلا حمد. ايه هذا هذا مبول هذا. قطع الاسلاك هذا قطع الاسلاك. عقب عقب. يلا. هذا هذا الدباب هذا لسعود. خله خله. سعود ورا ورا شلون يشتغل الدباب ورا. ايه ايه. شوف شوف فاهم. الله 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 الله. بس خلاص ان شاء الله ان شاء الله. شوف نواف والله صار مخيم فجأة ازعاج دبابات. شوفوا هنا في ناس مستمتعين على الدبابات. شوفوا المخيم اجواء. وفي ناس هنا شوف ايش قاعد يسوون. شباب ايش قاعد تسوون؟ حقنا حق الليل. اي والله.